محمد من الطائف معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول بخصوص الوالدة الله يحفظها، كانت في عمر 13 وال14 وال15 من عمرها، كانت صغيرة وترعى الغنم، وكان أهلها يمنعونها من الصيام، والآن تبلغ من عمر 52 عام وتعاني من الضغط وتعاني من هشاشة في العظام وتتعب في صيامها، ماذا يلزمها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لحظة يجاوب الشيخ على هذا السؤال، تفضل يا شيخ. يلزمها القضاء، قضاء الأشهر التي أفطرتها بعدما بلغت، يعني حصل عليها الحيض، أو أنها تم لها 15 سنة، أو أنها حاضت، هذه علامات بلوغ المرأة. فإذا كانت تركت صيام رمضان أو شيئا منه بعدما بلغت فإنه يلزمها القضاء ولو كان هذا من وقت بعيد، القضاء باق في ذمتها. ألزمها أمران، القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم.